مطلوب مراسلين صحفيين لقناة فضائية. الله بابا بص الإعلان ده. إعلان إيه ده؟ مطلوب مراسلين صحفيين لقناة فضائية. ماشي جدا. أيوة أنت عايزة منه إيه؟ إيه يا بابا عايزة أشتغل. اشتغلي إيه؟ لا 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 ده ممكن يعطلك على المذاكرة. أنا أهم حاجة بالنسبة لي هي المذاكرة. ليه يا بابا؟ دول كاتبين مرتبات مجزية جدا. مرتبات مش كاتبين كاملة؟ لا مش بصي وكاتبين كمان إن العنوان مش كاتبينه بس كاتبين رقم تليفون بس. طب وريني كده يا عادل. آه يا سلام. على فكرة بقى أنا هقدم في الوظيفة دي لأن أساساً الموضوع ده بيتناسب مع طموحاتي الطردية وفي نفس الوقت إمكانياتي اللولبية هتساعدني. لولبية إيه؟ هما مقدمين على رقاصة. أنا برفض الحكاية دي يا جماعة. يا جماعة دي مش شغلانتنا أساساً. نشتغلها ليه؟ أو يعني الشغلانة دي مش فيها لات وعجن وحديد؟ أنا شاطرة أوي في الحاجات دي. أيوة حبيبتي بس ما ينفعش يعني هتنزلي بقى في الشوارع تقعدي تلفي تشوفي حد بيقول حاجة هنا تنقليها هنا وتشوفي حد بيقول حاجة هنا تنقليها هنا. أنا نفسي أرفض إن أنا أشتغل شغلانة زي دي. خلاص يا عادل أنت هتدينا درس في الأخلاق. إحنا آسفين يا ستي. خلاص أهو. خلاص يا بابا متشكرة جدا متشكرة جدا. أنا داخلة أنام. وأنا كمان داخلة أنام. الو ايوه حضرتك. انتوا كنتوا منزلين على الفيسبوك اعلان بتقولوا ان انتوا عايزين مراسلين. حضرتك انا ممكن اقدم؟ يعني ايه دوله بقى؟ يعني انت دلوقتي هتسيبني بقى وتروح تشتغل شغلانه تانية؟ يا ابني مش شغلانه تانية ولا حاجه. انا بس يعني قلت ايه ان احنا نشتغل شغلانه سبوبه كده جنب شغل البازار واحنا اساسا عارفين نقوم البازار. يعني انت دلوقتي دول السبوبه دي بقى يعني هتأجر بقى محل جنب البازار بتاعنا صح؟ انت فكرت؟ انا طلبت منك تفكر. فكرت؟ لا ده اللي انا فيه. انت بتفهم؟ لا يبقى خلاص. بقول لك يا وز عادل انا عندي محل في نفس الشارع بتاعك كده. وز عادل ممكن تفتحه بازار مش عارف الحنين. خلي بالك حته حته. انا مش عايز وجع دماغ على الصبح. روح شوف شغلك. قهوه شاي بتاع عجل. فهمت يا دوله. خلاص فهمت. انت قصدك يعني السبوبه دي بقى مش جنب البازار بتاعنا لازم. لا هو هي محل تاني بس على نفس الرصيف صح؟ انا بقى عندي محل تاني على نفس الرصيف يا استاذ عادل وزميه ميه برضو. يا ابني ايه الرصيفه اللي انتوا بتتكلموا فيها دي؟ هو انا هفتح بتاع جرايد؟ ايه دولة بقى؟ ما هو كل كلامك بقى النهارده فيه اغماض كده بسرعه. اغماض؟ ده على اساس ايه غموض يعني؟ ايه اغماض دي؟ يا دولة اغماض يعني جمع غمض كده. غمض غمض يا ده رمز. حاضر غمض يا انا مش ناقص حد ينسيني اللغه العربيه. انا عندي ميعاد مع الجماعه بتوع القناه دول عشان ابقى مراسل. ايوه هو ده بقى دول السؤال يعني. يعني ايه بقى مراسل؟ بص يا رمزي. ما بص ازاي دول وانا مغمض. فتح يا رمزي. دولة ما شفتنيش. لا حول ولا قوة إلا بالله. بص يا رمزي حكاية المراسل دي معناها إن أنا أخد أخبار من هنا أوديها هناك. طب واللي هناك بقى عايز يعرف بقى ليه الأخبار بتاعت هنا؟ لأن أخبار هنا تهم هناك وأخبار هناك تهم هنا. الشحطاطة دي بقى دولة بقى. إحنا ولا شحطاطة ولا حاجة. إحنا هننقل الأخبار دي كلها من وإحنا في مكاننا. طب ليه يا دولة؟ ليه يعني نقعد ننقل بقى في اخبار الناس ونجيب سيره الناس ليه يا دوله؟ ما احنا طول عمرنا بنجيب سيره الناس ها وبناخد ذنوب. المره دي بقى هنجيب سيره الناس وهناخد فلوس. يا مراسلين يعني. غمض يا ده رمز. حاضر. الله عليك يا ابو الرمل في البدع. دوله ايه رايك يا عم؟ فظيعه جميله عليك قوي يا ده رمز. انا دوله بقول لك ايه؟ اوعى الهرم هيخش في مناخيرك. انت جبت لي البدله دي منين يا عم؟ اي خدمه يا رمز. دي يا سيدي بتاع الجد الله يرحمه كان وارثها عن جده الله يرحمه. يا جدك الله يرحمه ده دولة ربنا يخليه ليكوا يا رب. بس دولة انا حاسس كده انها يعني مجسمه عليا شويه. حاسس ان انت وقعت من السما دخلت جوه البدله. الله دولة دولة والنبي بقى اسيبها لي شويه اروح احضر بيها الفرح بتاع ابن خاله الواد حته عشان اصيدكم. ماشي يا سيدي صيدنا براحتك بس سيبني دلوقتي اركز عشان الانترفيو اللي هيحصل ده.
قال له صحيح دولة، هو الانترفيو ده اللي هو بيعالج الصداع ولا المغص؟ انترفيو يعني مقابلة شخصية. أنا مش عارف أنا بتكلم معاك ليه، بس عندي مقابلة شخصية وعايز أركز يا رمزي. أهلاً أهلاً وسهلاً يا فندم. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً يا فندم، منورين. حضرتك الأستاذ عادل سعيد؟ أيوة يا فندم، حضرتك مستر تومي الشهير بالحاج تامر؟ أهلاً بيك. أهلاً بيك يا فندم، اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. شكراً. اتفضلوا اتفضلوا، أهلاً وسهلاً. اتفضلوا. منورين يا فندم، اتفضلوا يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ عادل، انا جاي لك بمناسبه الانترفيو اللي اتكلمنا مع بعض فيه في التليفون. طبعا، وحضرتك مواعيدك مظبوطه جدا. ومين الاستاذه؟ الاستاذه مدام نون الحنين، مقدمه برنامج انا قلبي ضعيف. طبعا غنيه عن التعريف، برنامج انا قلبي ضعيف. حضرتك انا كل ما اتفرج عليه انا بموت من العياط، عشان اساسا قلبي ضعيف. ارجوك ما تفكرنيش بالبرنامج، عشان كل ما بفتكره بعيط. بتأياتي بتأياتي. رمز تعال تعال. أنا معرفوش. تعال تعال تعال، روح هات اتنين حاجة ساعة بسرعة. اتنين بس يا دولة؟ ليه هم مش هيشربوا ولا ايه؟ اتنين حاجة ساعة ليهم وبسرعة. حاضر يا دول، حمام. أهلا وسهلا يا فندم، منورين. أهلا بيك يا أستاذ عادل. الحقيقة أنا قريت السي في بتاعك وحسيت كده إنك أنت ممكن تبقى مراسل صحفي جيد. أنا آسف. جيد جدا. ها؟ شغلك اللي حيبين يا استاذ عادل. ممكن تعرف اخبار كتيره عن ايه بالظبط؟ يعني في مجال السياسه ولا في الاقتصاد ولا في العلوم ولا في الفن؟ الكوكتيل بتاعي. كوكتيل، اخبار كوكتيل. برافو، انت اسمك ايه؟ اقوله انا اسمي رمزي. استاذ رمزي، انت تعرف اخبار كوكتيل؟ قال لا اعرف. قال ده انا بتاع الكوكتيل ده، انا حضرتك احسن واحد يعني في الكوكتيل ده، انا شربه وهضمه 8 اجزاء. هو ده هو ده. ايه سعادتك حضرتك، ده رمزي، ده رمزي يعني بيعمل كده نظف بتاع. يعني احنا بندور على الشخص المناسب اللي يقدر يكون عنده الاستيعاب انه يهضم الاخبار والمعلومات. حضرتك هو ده ايه يعني سيادتك؟ لا انا اي اخبار عايزها انا تحت امرك، اقتصاد، فن، كوره، اي حاجه انا تحت امرك يعني. ده وانا كوكتيل. بصراحه انا محتار بينكم انتوا الاثنين. تومي، انت ممكن تدي لكل واحد فرصته في اختبار لمده 24 ساعه. لا 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 يا حاج، 24 ساعه ايه؟ ده انا الكوكتيل ده بيخلص في ايديا في 5 دقايق. اوه، كوكتيل سريع. مبسوطة أنا برضو يا حبيبي إن أنت هتشتغل مراسل صحفي مهم في قناة مهمة. اللي قولي يا بيبي، هي هو البروجرام اللي أنت هتشتغل فيه ده اسمه إيه؟ كلام في سرك. كلام في سرك يا حبيبي، ما تقول. لا، البروجرام اسمه كلام في سرك يعني. طب ويعني إيه القناة الغريبة اللي فيها بروجرام اسمه كلام في سرك؟ طب التردد بتاعها إيه؟ صراحة كسفت أسألهم على حكاية التردد دي، عشان ما بلش إن أنا جاهل يعني. أي تردد بقى وخلاص. طب والناس اللي هتتفرج على أي تردد وخلاص دول ناس زي مين يعني؟ أكيد هم كمان ناس سريين يعني، معرفهم. ناس سرية هيتفرجوا عليها ناس سريين، حاجة لطيفة قوي. لا لا لا، دي حاجة جميلة. المهم اشتغل وخلاص. أيوة بقى، أيوة مش كده؟ أيوة يلا فلوس بقى يا يلا يا رانيا. إيش إيش يا عادل، لابس بدلة فرحك ورايح بيها على فين؟ هنقر من اولها ولا ايه يا سناء؟ ولا قر ولا حاجه، عايز اعرف بس انت رايح عنه مصيبه بالكرافته البنفسجي اللي انت لابسها دي. مصيبه؟ ده انت الفاظك كلها عجيبه. عموما يا ستي، انا شغال دلوقتي مراسل لقناه تلفزيونيه. قناه؟ طب القناه دي اسمها ايه يا عادل؟ وصدقني مش هقول لحد، هقعد بس اتفرج عليها 24 ساعه. سيبك من القناه نفسها، البرنامج بقى نفسه اللي انا براسل المحطه عشانه، كلام في سرك. قول يا حبيبي انا اخطك، ما تقلقش، انت عمرك في حياتك قلت لي سر اللي ما مصر كلها عرفته؟ يا سناء، البرنامج اسمه كلام في سرك. ايه ده؟ الله يا بابا، يعني اللي سمعته ده بجد؟ طب قولي بقى هتيجي امتى بالظبط عشان اقول لاصحابي كلهم يتفرجوا عليك. ياسمين بيهيف، بابي مش فرجه، بابي مراسل قد الدنيا. عادل فرحني بقى، انت بقى مراسل لانه محافظه؟ حاليا مش محافظات، انا حاليا مراسل اول فيصل. اول فيصل يعني ايه؟ اول فيصل، وبشكل مؤقت يعني مراسل لنفق نصر الدين لغايه ما مراسل نصر الدين ده يرجع تاني ان شاء الله. ايه دا؟
كده يا بابا، بس ده تعب عليك قوي. يعني انت بتفضل رايح من فيصل لنصر الدين؟ لا يعني بصي دلوقتي ياسمين، انا قاعد في فيصل وبعت الواد رمزي في نصر الدين، واتفقت معاه لو في حاجه مهمه يكلمني اروح له على طول على نصر الدين. يعني فاينلي رمزي بقى ليه هدف في الحياه بيعمله، الحمد لله. بيكلمنا اهو اخيرا، يعني نطلب حاجه جلنا يعني سبحان الله. ايه يا رمزي، ايه الاخبار؟ اخبار النفق ايه؟ كله تمام؟ ايه؟ حمار حرن تحت النفق؟ وقفل الطريق لغاية أول الصحراوي. حلو. بقولك يا رمزي، رمزي ركز معايا، عايزك بالموبايل بتاعك تتصور صورة سيلفي انت والحمار. الحمار فكوه وحطوه في الجنينة؟ ما يجراش حاجة، روح له الجنينة وتصور انت والحمار. طبعا انا مش هفرق بعد كده بينكم، بس تصور واعمل اللي عليك لغاية اما اجيلك. الله، عجباني قوي الصورة دي يا دولة. بص يا دولة، ناوي بقى اعلق الصورة دي ان شاء الله كده كبيرة واعلقها عندي في البازار. تعلقها في البازار عندك؟ هو البازار ناقص حمير يا ابني؟ ايه ده؟ يعني انا افهم من كلامك بقى دولة انك ناوي تبعت كل الصور بتاعتنا والحمار عندك في القناة وما تسيبليش حتى صورة واحدة للذكرى؟ يا ابني صورة إلا سيبها لك للذكرى يا ابني، ما هم طالبين الناس دول صورة واحدة للاتنين حمير، أنت ومين؟ والحمار التاني. بس خلاص. هذا الحمار التاني. كوكتيلك يا رمزي باش. شكرا يا قهوتك عادل باش. يا سلام، إيه الاحترام الجامد ده؟ ده حلو. ده من زمان يا أستاذ عادل، بس أنت مش واخد بالك يعني. وبعدين إحنا بنحترم التلفاز وكل القنوات الفضائية. بس فيها مؤاخذة سؤال محرج كده عايز أسأله يعني. لا لا، في حاجة دولة أنا مش عارف أشرب دولة. يا غبي، شيل البتاعة دي. دي؟ أيوه. اشرب دي بقى، دي. سؤال بس محرج يا أستاذ عادل والنبي. إيه؟ دلوقتي أنت بتذيع بقالك أسبوع من عندنا من القهوة حصري، عمري ما شفتك حتى في قناة كده. إيه ده؟ يعني ايه ما شفتوش؟ يعني اللي قاعد قدامك ده ايه، هوا يعني؟ قول له يا رمزي، قول له. هقول له ايه دول؟ ما تقولش يا رمزي. يا ابني ما انا بطلع على طول في التلفزيون، انت بس ما بتبقاش واخد بالك يعني. ازاي بس يا استاذ عادل؟ انا عندي اللهم صل على النبي 4 قنوات و5 سيرفرات و10 دشاش كده فضائيه كده مفلطحه، بس انا مش قادر اجيب القنوات المشفره اللي ما شفتك في اعلام مزيل عرق حتى يا استاذ. بقول لك ايه، انا مش فاضيلك دلوقتي، احنا خلاص هنجهز ونطلع على الهوا. يلا جهز الاستوديو، جهز الاستوديو. يلا ده رمزي. اللهم صل على النبي. جهز لي بقى على طول. حاضر يا دول. مش عايز اتعطل، احنا بنبقى على الهوا، بخش على طول. حاضر يا دول. ماشي، جهز بقى التصوير. ربنا يستر وما اسقعش على الهوا ده اهو. يلا جاهز. جاهز يا دول. استنى. ايه يا، فين الكاميرا؟ ما هي غبي اهي. ايوه يلا جاهز. اكشن. اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في برنامجكم اللي انتوا بتحبوه جدا، مراسل على الهوا، حيث ان هذا البرنامج يقدم لكم يوميا اخبار طازه. هات الورق، هات الورق. حاضر حاضر حاضر. وانت بتصور، وانت بتصور اخبار. جاءنا هذا النبأ الهام، نشوب نزاع عنيف بين أسرتين، أم ابتسام وأم فؤاد، نتيجة قيام أم فؤاد باستلاف كازارولا من أم حسام وغليها على النار حتى تقوصت وباظت، حتى تقوصت وباظت. وبناء على يا سعادة، هو مش قايل لك الحوار ده؟ انت بتسرق افكار يا استاذ عادل. على الهوا دلوقتي، احنا على الهوا. بجد والله يا استاذ عادل. ايوه بالله عليك يا استاذ عادل، طلع لي خالص. يا هظبطك، هظبطك، بس بعدين هظبطك. ايوه بعدين. روح دلوقتي. الو الو. ايوه ايوه مستر تومي. ايه؟ عايز خبر مهم عشان البرنامج اللي هو بتاع الانسانيات ده. عارفه انا البرنامج. حاضر حاضر. لا عينيا، حاضر. هات الورقة تاني، الورقة تاني. حاضر حاضر. أكشن. والآن مع النبأ العاجل المحزن، قامت هدير كحلة الأخيرة بنزع شعريتين زيادة عن الحد المطلوب من حواجب نوسة بنت أم نوسة العروسة، مما أدى إلى تأجيل الفرح إلى أجل غير مسمى. بس اقفل يا رمزي.
ما انا قافل يا دول. قافل؟ من الصبح انت قافل؟ يعني الشغل العالي ده كله ما اتاخدش. بصي الخبر الغريب ده. القهوة مبيعات 120 حجر شيشة، 70 شاي فتلة، 800 كشري. ايه الخبر الغريب ده؟ مش فاهمة صحيح ايه ده؟ طب بصي ده خلاف على أولوية الحصول على الجمعية ما بين أمه كريم وأمه صح. صح حسن تدري. هما اتنين على فكرة، اتنين حسنين. قلة العلام، قلة العلام. اللي انا مش فاهماه هو عادل ليه بينقل الاخبار التافهه الغريبه دي للقناه؟ القناه هتستفيد ايه؟ مش فاهمه، دي كلها اسرار بيوت، يعني مش المفروض تطلع اصلا. مش هتطلع، هتوقد في مكانها وتموت، لان احنا مش بنشوف القناه من اساسه. امال القناه بتعرف الحاجات دي ليه؟ عايزه منها ايه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. ايه ده ايه ده؟ انتوا بتلعبوا في الورق بتاع ليه؟ ورق ورق ايه يا ابو ورق؟ دي اخبار مهزله وفضايح وكلام ملوش لازمه. انت ايش فاهمك انت في شغل المراسلين يا بتاع الدبلوم صنايع انت؟ ايه ده مين دبلوم صنايع؟ انا مؤهل عالي، انا مدرسه محترمه. خلاص بقى يا سنة اهدي عادل، الموضوع مش كده، الموضوع اصله كله مركز على اضلاع وزوايا وخطوط البازار والقهوه، وذاتس ويرد بصراحه. يعني اول حاجه بقى حكايه الاضلاع والزوايا والكلام ده كله ما تعمليش فيها يا مهندسه، وبعدين لعلمكم دي افضل حاجه نقدر نسترزق منها اخواننا. بيبي انا شاكه في الموضوع ده، بليز ثينك اباوت ات. انت كمان استاذ عادل 5000 دولار. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. دولا 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 حسابي فين؟ حسابك ايه؟ انت مالكش اي حساب، انت كل حسابك شربت بيه كوكتيل. 5000 دولار حضرتك يعني ده مرتب شهر ولا ايه؟ لا لا لا، دي مكافأة صغيرة علشانك، برا المرتب خالص. دول انا ما خدتش، انا ما خدتش. اسكت اسكت خالص، ها؟ كبار بيتكلموا انت ما تنطقش. انت قابلت بلاء حسن يا استاذ عادل؟ بلاء حسن حضرتك يعني انا ما جبتش اخبار عن بلاء حسن خالص، لكن لو عايز اخبار عن بلاء وعن حسن وام حسن وابو حسن انا تحت امرك يعني. سيبك من حسن وام حسن بقى، دي اخبار ما تهمناش، احنا عايزين اخبار من نوع تاني خالص. من نوع تاني ازاي يعني؟ اخبار مش عن البني ادمين، عن كائنات اخرى يعني؟ لا، عايزين نعرف اخبار عن البنيه التحتيه. البنيه التحتانيه اللي هي هما بيبنوا تحت دلوقتي ولا ايه؟ استاذ عادل ركز معايا، احنا عايزين نعرف اماكن مواسير المياه، الغاز، الصرف الصحي، كهرباء. من البلدية باين. حضرتك أنا مش فاهم حاجة، يعني كلام حضرتك كله ألغاز يعني. أنا فاهمك، يعني مثلا ترعة المريوطية أولها فين وآخرها فين؟ ترعة المريوطية معروفة طبعا، يعني أولها في المريوطية وآخرها في المريوط. طيب عدد السمك اللي في الترعة كام بالظبط؟ على حسب بقى نوع السمك نفسه، يعني في سمك بلطي وفي سمك بوري. ولا مشوي ولا مقلي مثلا؟ وعايز سلطات ايه مثلا؟ سلطه طحينه ولا بابا غنوج؟ سلطات ايه يا استاذ عادل؟ ركز معايا. ما حضرتك معاي. بتقول لي الغاز يعني. ايه ده؟ عمال يقول فوازير والله. طب حضرتك تعرف ليه الخشب يتيم؟ عشان مقطوع من شجره. يلا رمز. صح صح دولة صح. طب تعرف حضرتك تقول خشب اتحبش ثلاث خشبات؟ تعرف انا اقولها؟ انا اقولها. انا اقولك ايه؟ مش عارف. استاذ عادل ركز معايا لو سمحت. انا اسف. عايز اعرف ايه علاقة شارع العشرين اللي في نص فيصل بشارع العريش اللي في اخر فيصل؟ علاقة مبنية على الود. زي الفل مع بعض حضرتك. وبعدين في رابط ما بينهم اللي هو الميكروباص اللي بيربط ما بين العريش والعشرين، صح على رمز؟ اللي هو ابو جنون نص ده. استاذ عادل ايوه. من الاخر عايزين نعرف اسرار مصر. اسرار مصر محدش يعرفها غير الفراعنة، وماتوا كلهم تقريبا يعني. استاذ عادل احنا عايزين نعرف الاخبار السريه لمصر. حدش يتحرك من مكانه، قبضوا عليه. انا بريء انا بريء. تعالى يا غبي. خيري بيبي عادل؟ عرفنا ان هم حراميين نصابين وحشين، فبلغنا البوليس على طول. طلعوا جواسيس دوليين شبكه يا عادل. طلعتوا جواسيس يا ولاد ال دول؟ يعني ايه جواسيس؟ يعني بيتخبروا على مصر يا رمزي. ايه ده؟ يتخبروا على مصر ليه كده يا توني؟ ليه كده تتخبر على مصر؟ هذا رمز. لا لا لا، دي قلة أدب دي، اللي يتخبروا على مصر. ايه
دولا هو يعني ايه تخبره؟ يا حضرة الضابط بعد اذن حضرتك الواد ده معاهم واساسا اسمه ديفيد شارل ديجول.